بنحلم لبكره. طب دي بدلة خير ضيوفي واحنا في الفصل قالوا لي احنا على فكرة اصطلحنا خلاص. قلت لهم ربنا ما يجيب خلاف يا رب، لكن في النهاية احنا كلنا ود واحترام للأفكار حتى وإن اختلفنا في المبادئ. ضيوفي اللي مشرفيني النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهلا بك سيادة النائبة. والأستاذ دكتور شريف خطاب أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب جامعة القاهرة رئيس وحدة الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب كلية طب القصر العيني، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. الكلام على خلفية مشروع قانون مقدمه مدام ابتسام في مجلس الشعب خاص بتحديد نوع الجنين واشياء اخرى، لكن زي ما انا كنت بقول لسياده النائبه دلوقتي هي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها اللي ربما نختلف عليها قانونيا او شرعيا او طبيا، هي فكره هل يجوز لنا تحديد نوع الجنين كان ذكرا ام انثى ولا لا يجوز. طبيا الاطباء بيقولوا يجوز، محتاجين نعرف بقى قانونيا وشرعيا يجوز يا ست النائبة؟ من الناحية الطبية الأطباء بيقولوا أنه يجوز. أنا طبعا لما تقدمت بمشروع القانون اللي أنا تقدمت ليه في مجلس الشعب طبعا بيتضمن عدة نقاط، احنا بنركز على موضوع جنس التحكم في جنس الجنين، وده كان من إحدى المواد اللي فيها الحظر الكامل من التحكم في جنس الجنين، يحظر التحكم في جنس الجنين طبعا لأسباب عجيب. يعني بس عشان يعني معنى كده ان من يحاول تحديد جنس الجنين يبقى اجرم، يبقى في جريمه يعاقب عليها قانون، حظر طبعا حظر ده يعني قانون يجرم ذلك. يعني السبب ايه بقى حضرتك؟ اولا من الناحيه الدينيه طبعا حضرتك عارف انه دي اراده الله انه انجاب الذكور او انجاب الاناث دي بتخضع لإرادة الله كويس. وله حكمة طبعا في هذا الأمر، الإنجاب أساسا قبل فكرة الذكور أو الأنثى، إذا كان ذكر أو أنثى، وبهدف جعل فيه توازن في المجتمع. تمام. لأنه لو شاء كانت كل الخليقة تبقى نساء أو رجال، فدي نوع من إيجاد نوع من التوازن في المجتمع كويس. ودي برضو من إحدى النقاط الهامة جدا، لأن لو ترك الأمر على علاته، وانت عارف حضرتك إحنا في مجتمع ذكوري وبالذات في صعيد مصر النبي ما بقاش لا يعني فغالبا وفي الصعيد وفي الريف وفي القرى يعني ما بيرغبوش قوي في خلفة البنات، بالعكس تعتبر كارثه لما بنت ما زلنا لحد دلوقتي في هذا الامر. هي في دي ست نائبة عندها حق في فكره ان في كثير جدا من القرى والارياف في صعيد مصر او في الريف بعيدا عن المناطق الحضريه المدن بيبقى فيه فكره الميل، يعني زي ما كان بيحصل كده كان بيبقى فيه صويت لما الست تجيب بنت تقول لك يا مصيبتي السودة ده جوزي هيطلقني عشان ما جبتوش الولد، وبيبقى فيه ضرب نار ومش عارف ايه عشان الولد. لكن مجتمع ذكوري بمعنى ان سطوه الذكور لا، دلوقتي في سطوه الستات ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. اسمع كلامك يا دكتور. لا هو يعني الحقيقه الموضوع بتاع جنس المولود ده موضوع بيمثل نقطه مهمه في حياه كل فرد. تمام. ورغبة حقيقية للبني آدم. ورغبات البني آدم بيحكمها عدة حاجات، معتقدات دينية، ثقافته وفكره، وبعدين الشعور المعنوي بتاعه. تمام. ناحية الفعل اللي هيعمله ده. فالاتجاه الديني سواء الإسلامي أو المسيحي فهو بيبيح تحديد جنس المولود، بيبيح وعلاقة الإنسان من قديم الأزل لغاية دلوقتي بتحديد جنس المولود مرت بمراحل مختلفة وكلها كانت مباحة، يعني إن الواحد يأكل بنظام أكل معين عشان يجيب ولد ولا يجيب بنت، إن الواحد يستعمل جدول علشان الشهور اللي هيجي فيها الذكور وهيجي فيها الإناث، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن سبق ماء الذكر ماء الأنثى بيبقى ذكر، والنبي نوح ادعى بإن ربنا يرزقه ولد، والنبي زكريا ادعى إن ربنا يرزقه ويديله ولد، يعني الأنبياء ادعوا الأولاد. وكل الدعوة دي حاجة أنا جاي أيوة الدعوة الطريق إلى أي عمل تسبقه دعاء، والمشروع في العمل. لا أنا عايز أعرف بس دليل حضرتك يا دكتور عليك قلت أن الأديان تبيح تحديد نوع الجنس. أيوة
بعيدا عن الدعاء، الدعاء ده شيء رائع، الدعاء ده سبيل رائع في العقيدة الإسلامية والمسيحية، رب ارزقني مال صحة يعني ولد بنت أنا حر. هل ممكن الواحد يدعو بشيء غلط؟ هل النبي هيدعو بشيء غلط؟ يعني حمشيها بس مش هي دي، يعني مش هي دي تحديدا يا دكتور. لا يعني أنا أدعو بشيء صح تمام أيوة، لكن هو السؤال المهم، هل ربنا يبيح ان انا ادعو؟ يبيح ان انا ادعو، بس يبيح ان انا احاول تحديد، هو ده اللي بنتكلم فيه. أيوة الثانيه بقى، ما هو مادام ادعيت يبقى السعي الى هذا مباح. ده اجتهاد بقى، انت كده بتقيس قياس واجتهاد بالظبط. طيب تمام، يعني واخد بالك، مادام قلبك قبل هذه الدعوه فالسعي اليها مباح مباح على بركة الله. اسمع كلامك فضل. حضرتك، انا لما مشروع هذا القانون اتقدمت بيه واتناقش في لجنة المقترحات والشكاوى، وجت وزارة العدل وقالت انا هحيله المجمع البحوث الاسلامية كويس، وكان بكل بكافة بنوده، جت موافقة كاملة من مجمع البحوث الاسلامية على كل كلمة وردت في مشروع القانون اللي انا قدمته. معنى كده ان المجمع موافق على حظر تحديد نوع الجنين. نوع الجنين. وطبعا انا رجعت لرجال الكنيسة، كثير من رجال الكنيسة طبعا مش بصفة رسمية، فأيدوني تماما ان دي ارادة الله ولا تدخل في ارادة الله. في بعض الناس على فكرة في مفهوم خاطئ كان بالنسبة لمشروع القانون ان بنتكلم على اطفال، لان دي وسيلة علمية مشروعة اللي هي أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب بتحقق حلم الأبوة والأمومة اللي بنحرموا منه، وده حقهم وحق كل إنسان يكون. يعني أي واحدة، دي وسيلة أي علمية واحدة في الريف المصري، لكن أتحكم بتستعمل بيكربونات الصوديوم علشان قبل ما تؤدي العلاقة الزوجية، علشان دي معروف إنها بتزيد من فرصة حدوث الحمل الذكر، يبقى دي شيء محرم. احنا دينا اتفقنا مع بعض ان في توجه يعني لانجاب الذكور، مفيش نترك هذا الامر. احنا هنبص في توازن، لازم في توازنات في المجتمع. التوازن حضرتك موجود دايما، ومفيش حد بيجي في اول حمل ليه أيوة، يقول لي انا عايز انجب ذكر. ده اول حمل، ده اول حمل، دي امنيه اول حمل، أو يجيب ذكر عشان يبقى باله رايق بقى بعد لا كده لا تيجي لا بنت زي ما لا تيجي لا لا لا، لكن اول لا اول حمل بتبقى فرحه كبيره قوي. بس عند الروشيت اللي هي بيكربونات الصوديوم دي بتزود يعني من الحاجات المعتقدات في الريف أيوة المصري اللي بقى ايوه، ده له علاقه فعلا ولا ما بومب؟ والله الناس معتقده فيها جدا وبتمارسها لغايه دلوقتي. يعني مش معقول هيبقى كل الاعتقاد ده سائد واحنا نقول بوب؟ يبقى حضرتك بتاكد كلامي. انا مش عارف، انا عشان اتاكد على كلامي ان فعلا في توجه او في نوع من الرغبه في انجاب الذكور. لا ما ممكن كمان يكونوا بيستخدموا بيكربونات الزنك مثلا عشان يخلفوا بنات. لا ما تفكرش دي استبعدها قوي يعني. طيب خلونا يعني برضه في رغبات خاصه بكثير من النساء، وبعدين بيتركها على جانب الله. ما هو كل حاجه مطروحه على جانب الله، جانب الله. يعني حضرتك ربنا قال ايه؟ ربنا قال ان ان ان, إن اللي ونقر في الارحام ما نشاء. مزبوط. يعني هو ده اللي ربنا قاله في الاخر. مزبوط. يعني ايه نقر في الارحام ما نشاء؟ يعني ان احنا عملنا نطفه، عملنا علقه، عملنا جنين، خصبنا صناعي، خصبنا طبيعي، مين اللي هيقعد جوه الرحم؟ احنا لا نتدخل في مشيئه الله، احنا لا نتدخل في النوع في النوع لا يمكن في النوع لا يمكن تدخل. احنا احنا قدامنا احنا التقنيات الحديثه العلميه. طب انا سؤالك يا دكتور، انت حضرتك احنا قدامنا تقنيات علميه حديثه، احنا قدامنا 10 اجنة، العشر اجنة دول احنا عارفين جنسهم ايه، ومن خلال العمليه بتقدر تتحكم. لا مفيش عمليه. يعني انا اي نو ان ده ابيض وده اسود، ده ابيض ده اسود، ده ابيض. لما الجن وتقدر عنده عارف ان ده وتقدر اي كانت مانيبيوليت. انا ما اقدرش العب، ما اقدرش اغير يلعب فيها، بس ما اقدرش اغير الجينات، لكن انا اي نو ان اللي قدامي ده. طب قول لي يا دكتور عشان اخد يعني راي فصل في مساله